GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل الانيميشن اللي كنا نعمله البسيط للبنت. بس حابب والله قبل ما أبدأ في الانيميشن البسيط للبنت، لأن هو الحقيقة هو يعني يمكن ادفانسد شوية، بس حابب أقول لك الطريقة اللي بتتعمل بيها الانيميشن بحيث ان انا ما اعقدش الامور قوي. تمام، انا عايز هاخد الموضوع من اوله، من اول الرسم لغايه الانيميشن بسرعه، وخليك معايا وصحصح معايا قوي في الحته دي. هعمل ملف جديد، تمام، اختار جنرال اكشن سكريبت مثلا 3، ومثلا الفريم ريت 3، وهروح مثلا مكبر كده وقايل امبورت. انا مجهز صوره فيها مثلا الشكل ده. تمام، انا هعمل هنا لوك لللير عشان ما اقدرش ما احركهاش عن الطريق الغلط، وهاجي هعمل لير جديد. انا عايز ارسم الشكل ده وبعدين احرك ازاي. والله هو في طرق كتيره قوي قوي للرسم، وطرق كتيره قوي قوي للحركه، بس خلينا دلوقتي في الطرق البسيطه جدا للرسم، اللي انا هجيب صوره وهشف عليها. كويس، انا ناخد الموضوع بالتدريج، بلاش نعقد الامور. ان كنت محتاج حركه مفيش مشكله، دور على النت باقرب شكل تقدر توصله، وبعدين شف الشكل وبعدين اعمل اي تحريك، مش عيب ابدا ابدا، في ناس كتير جدا شغاله كده. تمام، فانا هشوف الرأس دي اصلها دايره، انا هعمل دايره عشان الوقت، دايره كده بس. بضغط حرف الفي عشان اتنقل على السليكشن مود، واروح جاي مثلا واخد الريكتانجلر واعمل لي ريكتانجل كده، ده هيبقى الجسم كله، هطلع منه الجسم كله. تقول لي ازاي؟ اقول لك خش معايا على، اضغط على الفي وبعدين تعالى كده وقرب، بعدين على الكيو نقرب بقى. مثلا خدنا الشكل بالطريقه دي في. طيب هروح جاي مثلا على الجنب كده، اول ما بلاقي حته المربع دي احنا عرفناها قبل كده، بروح جاي ساحب وراح جاي من هنا ضاغط، شايف من النص من هنا ضاغط كنترول، بروح جاي قاطع لي واخد لي بوينت كده في النص، وراح جاي واصلها بحيث ان انا اعمل الحته دي. وبعد بالطريقه دي بقى على طول ببتدي اعمل بوينتات عن طريق الكنترول. كان في هنا واحدة اهي الاصلية بوينت بالكنترول، راح جاي من النص كده نازل شوية اسف، جاي من هنا الكنترول تاني كنترول كده مثلا، وجاي عامل دي، وممكن دي تطلع ممكن، اوكي ممكن اروح واخد دي كمان، اروح واخد دي جاي عامل دي كده الظهر، جاي طالع بوينت من هنا المنطقة الخلفية بوينت بوينت، ترجع مكانها مكانها كان هنا بوينت وهكذا، تبدأ تعمل ريفاين للشكل بتاعك لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه. وبعدين هنا ممكن تاخد دي كده طالعة معاها بوينت وبوينت كمان، مثلا يعني مثلا مش هنكمل قوي عشان الوقت وقت المحاضرة، بوينت بوينت واخبط بوينت هنا كمان، واخبط لي واحدة اياها تحت مسافة طبعا عشان احرك بالشكل ده، بوينت بوينت وانزل القوس واخبط البوينت هنا كمان سنة صغيرة كده. تبدأ بقى تشتغل بوينتات زي ما انت عايز، عرفت انت بقى الطريقة، طلع بقى شكل احسن من ده، هتلاقي الصورة موجودة في ملفات العمل تقدر تطبق عليها مفيش مشكلة.
هنا كمان. وهنا. ممتعة قوي الطريقة دي، بتتقن بيها طريقة الرسم. هترسم أشكال كتير بالشكل ده، هتبقى كويسة أوي معاك، هتظبط معاك حاجة، هتبقى كويسة يعني. وبعدين آخر حاجة بقى، بعدين دي مثلا نخبط له وينت كده كمان وريفاين للآخر. جميل، يبقى أنا عملت الشكل حاجة زي كده. تعال نشيل بقى الباك جراوند دي ونحول ده للأسود مثلا. يبقى أنا عندي الشكل ده بالطريقة دي مثلا يعني. ممكن تبقى أحسن من كده بكتير طبعا، بس علشان وقت المحاضرة. أنا عندي شيب بالشكل ده، طب أنا عايز أحركه. عندي كذا طريقة للأنيميشن. أول حاجة طريقة الفريم باي فريم، ودي بتعمل فريمات جنب بعض، كل فريم واخد كي طبعا، وواخد شكل من أشكال الجسم. كويس. طيب ازاي بقى الموضوع ده؟ والله انا هبدأ بالشكل ده. هقول لك مثلا الفريم اللي بعده اروح جاي اف 6 بقى، ده زي ده صح كده، بروح جاي والله الفريم اللي بعده انا هروح جاي ناقل، انا عايز انقل الرجل دي مكان دي ماشي قدام، عايز انقل الرجل اللي ورا دي تبقى قدام. اجي اقرب كده واروح جاي على الرجل اللي قدام دي، واروح جاي مثلا عند ده او عند اللسو، راح جاي محددها كده، محددها من عند المفصل اهو، يبقى كده اخترت الرجل. جميل. وراح جاي عند روتيت، وخد بقى بالك من الحته دي، شافوا البيفوت بوينت دي وحده الارتكاز بتاعه الشكل اللي انا مختاره، يعني هي في النص. يعني لو جيت كده هتدور على نفسها في النص، لا انا مش عايز كده، انا عايزها تبقى هنا، بحيث ان انا لما اجي الف، شايف كده متخيل معايا الحركة اهي، بدأت رجله تيجي من قدام لورا. جميل. فبروح جاي مثلا جاي واخد له دي قدام شوية، وروح جاي اف 6 كويس، وروح جاي واخد له اللسو تاني كيو البيفوت، واروح جاي نقلها كده شوية تمام. يبقى عندي الحركة اهي، شايف اهي بالشكل ده بدأت يحرك رجله. طب تعالى هنا تاني اف 6 وهات اللسو وخد لي دي تاني نفس الطريقة كيو، حرك البيفوت بوينت، وبعدين كده شايف الخيال انا بظبط الكعب يبقى على المشط اللي قبليه اهو مثلا تمام. ممكن تروح جاية عامل كنترول سي واف 6، انت خليت الرجل معاك خلاص تمام. اروح جاي واخد اللاسو دي لا مش مشكلة بقى، طالما ما احنا عملناه وخلاص، واخد دي كده مثلا نفس الطريقة بالشكل. تعالى بقى مثلا يعني لو عملنا بلاي، تبص ليه بدأ يحرك رجله. سيبك من القطع ده، انت بتظبطه بطريقتك في ال، تعالى مثلا نكبر شوية كده، وتروح جاي مظبط ده كله موصله ببعضه يعني عشان ما يظهرش التشوه ده. الكلام ده ان شاء الله ناوي اعمل كورس باذن الله للكرتون، الرسم والتحريك والكلام ده، ان شاء الله هيبقى فيه الحاجات دي باستفاضه شديده جدا، طريقه الرسم باحترافيه بقى، وطريقه الانيميشن باحترافيه ان شاء الله. بس احنا هنا بناخد نفتح مجالات لطريقه عمل الانيميشن تمام اهو بالطريقه دي، وهكذا انت بقى ايه هتكملها لغايه قدام تمام. طيب يبقى احنا عندنا في اي انيميشن في الدنيا بدايه وبعدين نهايه، دي تاني طريقه. خد بالك دلوقتي
عايز اوصلها فين؟ عايز اوصل الرجل دي من هنا لقدام هنا مثلا، اللي تبقى مكان الرجل دي. جميل، يبقى انا عندي بدايتي اهي ونهايتي اهي. ممكن تاخد الرجل دي مثلا وتخليها دي نهاية حركتك بالشكل ده، كنترول سي، تمام. وتروح واخد مثلا هنا عند ال هنا مثلا تقول له F6، وتروح جاي واخد اللاسو تول، تروح جاي شايل بقى الرجل دي خالص، مسحها وبست ان بليس اللي هو كنترول شيفت في، وتروح جاي شاددها كده شوية بالطريقة دي. يبقى انت عرفت بدايتك ونهايتك، يبقى ادي البداية عندك وادي النهاية، بتبدأ تعمل ريفاين بينهم لغاية لما بتوصل للشكل ده. تمام، يبقى اول حاجة الفريم باي فريم، تاني حاجة تروح جاي راسم البداية من الاول بداية الشكل، وراسم النهاية، وممكن ترسم اللي في النص، وبعدين تروح جاي عامل ريفاين بينهم تعديل للشكل. يبقى دي طريقة الانيميشن او السيمبل انيميشن بالشكل ده. كويس، طب خلينا نعمل حاجة تانية بسرعة، ناخد ريكتانجلر كده وخلينا نحرك الراجل ده بطريقة معينة. خلينا ده كنترول اكس ونخليه في لير تانية، شيل بقى اللير دي عشان تبقى الدنيا واضحة، وخليه في نص الستيج، خلينا بقى ايه نحرك الراجل ده، عايزينه يلف حوالين نفسه. كويس، او هيلف حوالين نفسه عن طريق كذا حاجة، يا اما فريم باي فريم يا اما بطريقة معينة تانية. عملنا المربع ده ونبدأ نحرك فيه. يبقى عندي هنا في أول فريم عايز أخليه يلف حوالين نفسه، تمام. فبطريقة الفريم باي فريم أروح مثلا هنا، مثلا أقول F6، وأروح جاي ده عامله العكس، لأ أرجع تاني وأشغل سناب تول عشان يبقى فيه حتة جاذبية شوية، وبعدين في النص F6 وخليه كده، هخلي دي بعيد شوية وخلي دي على الفريم ده وخلي دي على الفريم ده F6، واروح جاي عكسه بالشكل ده. يبقى هو الشيب ماشي معايا كده كده، هيتقلب المفروض يبقى هنا، وبعدين آخر وضع يبقى كده، وبعدين يرجع تاني للأول. كويس، آخد مسافة عشان هنا ده كل ده ياخد مسافات. تعال نشوف، نمسح بقى الصورة وخلينا نمسح دي مؤقتا ، شايف كده بالشكل ده اهو بدأ يتحرك، يبقى ماشي مع عقارب الساعة بس بحركة سريعة شوية. ممكن بقى تبدأ انت تقلل الفريم ريت شوية كده مثلا بكنترول انتر، او لو بتشتغل على جهاز ابل او ماكنتوش بتضغط على كوماند انتر، يبقى حاجه بالشكل ده. يبقى احنا عرفنا السيكونس اللي ماشي بنظام الانيميشن ازاي. يبقى ده الفريم باي فريم، تبدا تحرك، بتحدد له البوزيشن بتاعه شكله، وبعدين تحدد الشكل اللي بعد كده، وبعدين تروح على الشكل اللي بعد كده وتعمله، وبعدين وهكذا، وبعدين تحطهم ورا بعض بطريقه معينه طبعا مع مراعاه التايمنج والسبيسنج. ده الكلام ده كله طبعا في الانيميشن، في قواعد الانيميشن معروفة، لو انت حابب تبدأ تقرا فيها خش على المنتدى عندنا gfxacademy.net، هتلاقي فيه قواعد الانيميشن او قواعد التحريك، فن التحريك، واقرا فيها شوية ممكن تحس بالموضوع وتعرف الموضوع ايه
وقواعد تحريك ايه. هرجع كنترول زد عشان ارجع الليه زي انا مسحتها، اسيف وهسيبه في ديسكتوب مؤقتا، وهتلاقيه في ملفات العمل. هقول تيست. كويس اوي. نرجع بقى على البنت ونيجي كده، عايزين بقى نحرك البنت دي بنفس الطريقة اللي احنا اتعلمناها دلوقتي. البنت شايف، بص شايف اللي حاصل دلوقتي. البنت دي مرسومة رسمة عادية جدا خلاص، وبعدين جاية في فريم باي فريم ماشية بالشكل ده. انا حبيت اقول لك ملف التيست اللي قبل كده عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي، عشان لما اجي امشي معاك بالتايم لاين بالشكل ده تفهم بقى اللي انا كنت عامل ايه اصلا. يبقى اهو الفريم اللي بعده اللي بعده وبعدين وقفت على مشط رجلها، وبعدين راحت نازلة بالشكل ده. طبعا نزلتها بالشكل ده مش حلوة، لأن المفروض طولها يقصر شوية، تقصر كده شوية. هي المفروض إنها أهي كده، شايف اللي حاصل بقى. ترفع رجليها وتاخد الوضع، رفعت رجليها بالشكل. طبعا كل ده مرسوم واحدة واحدة بنفس الطريقة بالظبط اللي احنا اتعلمناها قبل كده. نزلت على مشط رجليها، وبعدين بدأت تاخد جامب اب فوق، وصلت نفس الطريقة. بعد ما بتنزل المفروض تقصر شوية، لو جيت عملت تيست كده ونشوف الحركة اللي احنا عدلناها دي، يبقى بكنترول انتر. كويس كويس، يبقى الحركة طبيعية بالشكل ده. تاني طبعا نفس الأخطاء، خطأ الفريم ده هتلاقيه في كل الفريمات. نزلت شوية طلعت فوق، بدأت تجري بقى خلاص. الجارية بتاعتها عادي خالص مفيش مشكلة. طب والله أنا عايز أضيف شوية حاجات هنا كده، مثلا يعني أخلي الرجل دي فوق شوية كمان، تطلع فوق شوية كمان بعد الفريم ده. بروح جاي واخد ده هنا، راح ضغط هنا كده كليك اف 6، او ارجع تاني كنترول زد عادي، بضغط هنا عادي خالص على الفريم ده، بروح له كده وبعدين اف 6 برضو نفس النتيجة مفيش مشكلة. او باجي على الفريم ده واقول له انسرت كي فريم او كي فريم، واجي مثلا على اللاسو تاني، راح واخد الرجل قصصها بالشكل ده، وراح جاي بروتيشن تول، راح جاي قايل له هنا، راح جاي رافع الرجل شوية. كويس، شايف اللي حاصل هنا في قطع في الشكل. بروح جاي والله عادي جدا ما تقلقش خالص، راح جاي موصل ده بده من غير بدون اي مشاكل. شوف بس انا هعمل ايه دلوقتي، اهو كده هطول دي شوية ماشي، وراح جايب الكنترول واخد لغاية مثلا الحتة دي، راح جاي بقى شايل دي كلها كده. طبعا دي منظرها غريب بالشكل ده، ودي عاملها بالشكل ده كده. كويس، يبقى فهمت النظام ايه اهو. طبعا اخر فريم شكل البنت رجليها مره واحده راحت عامله كيرف جامد قوي، ده ما ينفعش، لازم يكون في سيكونس في الشغل، او الشغل يبقى شكله كويس وطبيعي الى حد ما او لحد كبير. تمام، فانا ممكن اعمل حاجه زي اهو بالشكل ده. اوكي كويس، بقيت بعت صورة هلاقيها ظهرت بالشكل ده. تبدأ انت بقى تعمل زي ما انت عايز، عندك الملف العمل براحتك جدا، اعمل بقى زي ما انت عايز، خلي البنت تتشقلب، خلي البنت وريني وابعت لي وشوف ايه احسن حاجة، لان خد بالك ان الكورس ده فيه
كل حاجه في البيزكس بتاع كل حاجه، انت بقى اللي بتختار ده البيزكس بتاع الكرتون والانيميشن والكلام ده. لو حابب المجال ده خش فيه مش مشكله، هديك سبورت كويس، بس اهم حاجه التطبيق، وارجع لي تاني واعمل واشتغل وقيم نفسك وارجع اقيمك وهكذا. بالطريقه دي هتوصل لحاجه وشغل جميل جدا جدا في وقت قصير، بس انصحك الاستمرار والصبر. وربنا بيقول وبشر الصابرين، وقال في آية تانية إن الله مع الصابرين، وفي آيات كتير عن الصبر. فأنت المطلوب منك إن أنت تشتغل، تحدد أنت عايز إيه، تتقن الفلاش الأول، ذاكر الكورس كويس جدا، وبعدين حدد أنت عايز أنهي مجال وابدأ اشتغل فيه ودعم نفسك فيه وقيم نفسك فيه، وخلي الناس تنقد دايما دايما الشغل بتاعك عشان توصل لنتيجة هايلة في وقت محدد زمن، يعني ما تطولش في الموضوع عشان تقدر توصل لنتيجة هايلة في وقت قصير. أتمنى إني أكون اديتك السيكونس بتاع الانيميشن الفريم باي فريم بطريقة متقدمة شوية. أنا حابب والله دايما أعمل حاجة متقدمة شوية عشان يبقى الكورس فعلا متميز، وفعلا أنت لما تيجي تذكرني بالخير، وإن شاء الله في الخير دايما يا رب بإذن الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.